أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، نواصل الحديث حول مساق الثقافة الإسلامية. كنا قد وقفنا في اللقاء الماضي عند العبادات في الإسلام. قلت في المحاضرة الماضية إنه المبحث السادس يتكون من ثلاثة موضوعات. الموضوع الأول التشريع الإسلامي، وشرحناه في المحاضرة الماضية. الموضوع الثاني العبادات في الإسلام، وسنشرحه اليوم إن شاء الله. وفي الموضوع الثالث تحدث عن أحكام الطهارة والوضوء والغسل وإلى ما إلى ذلك إن شاء الله فيما بعد. العبادة في الإسلام، تعريف العبادة في الإسلام اصطلاحا، وهو تعريف مهم ومهم جدا، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. الباطنة والظاهرة. ولذلك العلماء قسموا العبادة، وهذا الكلام مش موجود في الكتاب لكن من باب التوضيح، إلى قسمين: عبادة خاصة وعبادة عامة. العبادة الخاصة مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك. العبادة العامة هي كل عمل يقوم به الإنسان في هذه الحياة ويبتغي به وجه الله، مثل الأكل. يعني الإنسان حينما يأكل لكي يتقوى، بنية التقوي على طاعة الله، فإن الأكل يصير عبادة، والشرب كذلك، والنوم كذلك. كل شيء يقوم به الإنسان يبتغي به وجه الله فإنه يصبح ويصير عبادة. ولذلك العلماء قالوا إن العادة تنقلب إلى عبادة بالنية. إذا نويت من وراء الأكل والشرب والنوم تقوي على طاعة الله فإن ذلك يصير عبادة. يعني إيش يصير عبادة؟ تثاب عليه عند الله تبارك وتعالى، وهذا فيه خير عميم للمؤمنين. إذن هذا تعريف العبادة في الاصطلاح وأنواع العبادة. نأتي إلى شروط العبادة، يعني حتى تكون العبادة مقبولة عند الله تبارك وتعالى لابد أن يتوفر فيها شرطان. الشرط الأول الإخلاص، والإخلاص يعني هو أن أبتغي بكل ما أقوم به وجه الله تبارك وتعالى. لا أريد رياء ولا سمعة ولا وجاهة على الإطلاق، لأن الله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. وقال: ألا لله الدين الخالص. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نواه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن أول شيء، أول شرط، الإخلاص لله تبارك وتعالى. الشرط الثاني الاتباع،
ما معنى الاتباع؟ يعني أن أتبع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا أفعل شيئا فيه بدعة. يعني العلماء هنا يقولون الاتباع لا الابتداع، الاتباع لا الابتداع، يعني أنا أفعل ما كان يفعله رسول الله، أسير على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا آتي بشيء لم يصدر ولم يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان شرطان مهمان لقبول العبادة، الإخلاص والاتباع. فلسفة العبادة، العبادة هي أول ما شرعه الله لتنظيم العلاقة بينه سبحانه وتعالى وبين عباده، فحق الله عليهم بسبب الخلق والإنعام عليهم والتكريم لهم عمن سواه، يقتضي منهم أن يقوموا بشكره ويعرفوا له حقه فيعبدوه وحده ويخلصوا له الدين. ولذلك الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا من القرآن الكريم. أما من السنة النبوية المطهرة فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني كان يركب على حمار وراء النبي، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكرين اسم يقال له عفير، اسم الحمار على حمار يقال له عفير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ شوف السؤال مهم، هذا مهم للغاية. يا معاذ، ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت، يعني معاذ، الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعني أن نعبد الله ولا نشرك بذلك شيئا. طيب، إذا عبدنا الله حق العبادة ولم نشرك به شيئا، اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. شوف، لا يعذبنا الله إذا لم نشرك به شيئا. وماذا نريد بعد هذا؟ لا، ماذا نريد بعد أن ألا يعذبنا الله؟ يعني ألا يعذبنا الله، يعني أن يدخلنا الجنة، وأمنية الأماني لكل واحد، لكل مؤمن، أن يدخله الله الجنة. أن تدخلني رب الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. الراحة الحقيقية والطمأنينة والفرح والسعادة الحقيقية للمؤمن يوم القيامة هو أن يضع أول قدم في الجنة، كما قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. قال: حينما تضع أول قدم في الجنة، هذه هي الراحة الحقيقية. طيب، ماذا بعد ذلك؟
ومن هنا تعد العبادة صلب الدين وجوهر الشريعة ودليل العقيدة. فلا غرو إذن أن ترد مادة عبد، شوف مادة عبد ومشتقاتها، وردت في القرآن الكريم حوالي 255 مرة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية العبادة في الشريعة الإسلامية. نأتي بعد ذلك إلى المقاصد والحكم والأهداف للعبادة. يعني العبادة في الشريعة الإسلامية لها مقاصد ولها حكم ولها أهداف. على جناح السرعة، أولا تقوية وتعزيز العقيدة في نفس الإنسان. يعني العبادة تقوي العقيدة في نفس الإنسان المؤمن. اثنين، إظهار حاجة العبد وتذلله وفقره إلى الله تبارك وتعالى، ويكون ذلك من جهتين، من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة والتوكل على الله عز وجل. ثلاثة، تحرير للفرد والجماعة من كل ما سوى الله، فهي تحرر الإنسان من كل سيطرة واستكانة لغير الله عز وجل. أربعة، العبادة تعرف الإنسان بمكانته في الوجود، فهي تكليف صادق يتناسب مع موقع الإنسان الحقيقي في الوجود، وذلك لأن الله ميز الإنسان عن بقية مخلوقاته بأن خلقه مكلفا. اسمع هذا كلام مهم، والتكليف تشريف، ولا تكليف إلا بعمل، والعمل عبادة. كمان مرة، والتكليف تشريف ولا تكليف إلا بعمل، والعمل عبادة. ولذلك كانت العبادة غاية الإنسان من وجوده في الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هذه هي المقاصد والحكم والأهداف للعبادة في الشريعة الإسلامية. نأتي إلى نقطة أخرى على جناح السرعة أيضا، ما هي خصائص العبادة؟ وهذا بيجي في الامتحان دائما، يعني للعبادة خصائص كثيرة. منها واحد، لا تكون العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن لا تكون العبادة إلا لله وحده سبحانه وتعالى. اثنين، الإخلاص لله عز وجل، كما ذكرت قبل قليل، حيث إن الله تبارك وتعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. ثلاثة، لا واسطة في العبادة، لا توجد واسطة في العبادة، فالعبادة صلة مباشرة مع العبد، بين العبد وربه، صلة مباشرة بين العبد وربه، لا يحتاج العبد إلى واسطة حتى يوصله إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أبعيد ربنا فننادي أم قريب فنناجيه؟
يعني الله بعيد نزعج عشان يسمعنا، أم قريب إنه ناجي يعني وشوش وشوش بشويش كلام بشويش. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أربعة من خصائص العبادة في الشريعة الإسلامية: لا يعبد الله إلا بما شرع دون زيادة ولا نقصان، يعني كما تحدثت قبل قليل في موضوع الاتباع لا الابتداع، إني أنا أفعل ما أمرنا به الله وما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا آتي بشيء يخالف ذلك، فهو رد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني يعني مردود لا يقبل عند الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. وهي الحديث موجود عندكم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، يعني مردود غير مقبول عند الله تبارك وتعالى. خمسة: اليسر ورفع الحرج، يعني العبادة في الشريعة الإسلامية سمحة سهلة ميسرة، لا يوجد فيها مشقة، وحتى لو وجد فيها مشقة مثل الصيام وخاصة في الحر فهي مشقة محتملة، يعني يحتملها الإنسان غالبا. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، وقال: يريد الله أن يخفف عنكم. والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة بيّن أنه الشريعة الإسلامية سهلة وميسرة، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. فهذا الأمر يبين على أن الشريعة الإسلامية سهلة وسمحة، ولا يوجد فيها يعني تعنت. الأمر الذي يليه السادس: التنوع والاستمرار، فهي عبادة متنوعة، فهي إما عبادة روحية جسدية كالصيام، أو جسدية روحية كالصلاة، أو مالية كالزكاة، أو جامعة لكل هذا كالحج. ولماذا هذا التنوع؟ حتى لا يشعر الإنسان المؤمن بالملل، حتى لا يسأم. ولذلك الله تبارك وتعالى قال إيش: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما معنى اليقين؟ يعني حتى الموت، اليقين هنا بمعنى الموت، يعني ظل الإنسان في عبادة الله تبارك وتعالى إلى أن تقبض روحه إلى بارئها سبحانه وتعالى. سبعة: العموم والشمول، العموم والشمول، فالعبادة تشمل أفعال الإنسان القلبية والفكرية والبدنية، وتتناول جميع التصرفات الإنسانية، وتنظم جميع علاقات الفرد والجماعة،
فهي شاملة للدين كله، فهي اسم جامع لكل كما ذكرت في البداية، اسم جامع لكل ما يحب الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطن، الظاهرة والباطن. آخر نقطة في موضوع العبادة، آثار العبادة، هل للعبادة آثار ملموسة أم لا؟ الذي يعبد الله حق العبادة هل لذلك أثر في حياته، في نفسه، في علاقته مع الآخرين، في علاقته مع الله تبارك وتعالى؟ نعم، هناك آثار كثيرة للعبادة، منها واحد، تسهم العبادة في تقوية صلة الإنسان بربه، تقوي العبادة علاقة الإنسان مع ربه، يعني بتزيد من منسوب الإيمان، لأننا نحن نعلم في العقيدة عندنا في الشريعة الإسلامية أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان بالعبادة والطاعة وترك المعاصي، ينقص بالمعصية والذنوب. فالإنسان حينما يكون عابدا لله تبارك وتعالى ملتزما بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يقوي علاقة الإنسان المؤمن بربه. هذا أثر مهم يجب علينا أن نعيه. اثنين، تربي العبادة النفس وتزكيها وتوجهها نحو السلوك الصحيح، وتبعده عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، يعني تجعل الإنسان في طاعة دائمة ويراقب الله عز وجل ويستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، ويتذكر دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ماذا نريد بعد هذا؟ لا شك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثلاثة، العبادة توفر العبادة للإنسان الاطمئنان القلبي والاستقرار النفسي، وتبعده عن القلق والأرق والجزع والفزع، ويشعر الإنسان دائما بالراحة النفسية لأنه مع القوي الجبار تبارك وتعالى، ولو تكالبت عليه كل الكرة الأرضية كما نعيش اليوم، حينما يستشعر الإنسان بقوة الله وعظيم مقدرة الله تبارك وتعالى، وبأن الله يقول لشيء كن فيكون ويغير الحال في لحظة، فيشعر الإنسان بالطمأنينة أن الله لن يترك عباده الصالحين رغم المؤامرات ورغم الكيد ورغم الضيق الذي يعيشه الإنسان من قبل أعداء الأمة في هذا الزمان. حينما يستشعر عظمة الله يشعر بالطمأنينة، رغم الفقر، رغم الجوع، رغم المرض، رغم كل ما يعانيه المؤمنون اليوم في الكرة الأرضية من قبل المجرمين والكافرين، وخاصة ما نعانيه نحن هنا في قطاع غزة من حصار خانق، إلا أننا نعيش في طمأنينة لأن الله تبارك وتعالى سيغير الحال إلى أحسن حال، لكن يحتاج منا أن نلتزم بطاعته. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. مفتاح التغيير والنصر بأيدينا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة، توحد العبادة الترابط الاجتماعي والتآخي الروحي والتعاون البناء
بين المؤمنين العابدين. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. 5، تعمل العبادة على وحدة الصف وجمع الكلمة وقوة الأمة، وذلك بسبب اجتماع أفرادها كل يوم 5 مرات في الصلاة، تعاطفهم وتراحمهم في الزكاة، وتشاورهم في الجمع والأعياد والحج، وصفاء أرواحهم في الصيام. فوحدة الصف وجمع الكلمة وقوة الأمة ثمرة من ثمار العبادات، وهي أحد أهداف صلاة الجماعة والجمعة والعيدين والصيام والحج وغيرها. أخيرا، من آثار العبادة في الإسلام: تعزز العبادة الأخلاق الإسلامية وتحميها من الانحراف والجريمة، من الانحراف والجريمة. فالعبادات ليست طقوسا مبهمة تقود الإنسان إلى المجهول، ولا هي رموز جامدة لا روح فيها، ولا هي أعمال غامضة وحركات لا معنى لها، إنما هي أعمال تعود المسلم على أن يحيا بأخلاقه الصحيحة، يحيا حياة حقيقية مع الله سبحانه وتعالى، يستمسك بها ملتمسا من المداومة عليها رضا الله تبارك وتعالى في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج. يكون الإنسان دائما في هذه العبادات مرتبط مع الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى سيحميه ويحفظه ويحفظه من كل سوء. أكتفي بهذا القدر.